باش نرجعوا نتكلموا على تصريح ياسين إبراهيمي وش قال ياسين إبراهيمي بطريقة رائعة وعالمية، لا يساوي شيء بدون إسماعيل بن ناصر. باش يصير الجماهير الجزائرية تكره ياسين إبراهيمي. السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الفيديو. قبل ما نبداو ما تنساوش انكم تصليوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما تنساوش انكم تعطونا آراءكم اقتراحاتكم وانتقاداتكم. مرحبا بكم دار داركم. اول شيء نبداو به في هذا الفيديو راح نتكلموا على نجم المنتخب الجزائري اسماعيل بن ناصر ونجم نادي اي سي ميلان الايطالي. ما شاء الله عليه، تألق بعد تألق، مستوى رائع راه يقدمه مع نادي ميلان في دوري الابطال. بارح قدم مباراة رهيبة جدا، بالنسبة لي أنا هو كان رجل المباراة بجدارة وباستحقاق. ومرة أخرى إسماعيل بن ناصر يثبت أنه قطعة أساسية ورئيسية ومهمة جدا في نادي أي سي ميلان، ونقدر نقولها بالفم المليان وبكل ثقة في النفس أن نادي أي سي ميلان لا يساوي شيء بدون إسماعيل بن ناصر. واللي يثبت كلامي أن المباراة الأخيرة اللي لعبها نادي ميلان في الدوري الإيطالي ضد تورينو خسروا في المباراة لأنه إسماعيل بن ناصر لم يشارك أساسي في تلك المباراة ودخل المدرب في الدقائق الأخيرة، وهذا لم يغير شيء وميلان خسرت في النتيجة لأنه بن ناصر ما لعبش في تلك المباراة. برافو لإسماعيل بن ناصر، ونقول لنادي ميلان لازم عليكم أنكم تجدوا العقد مع إسماعيل بن ناصر إذا حابين تبقوا في المستوى العالي وتزيدوا له في الراتب كما راهو يطلب اللعب. المهم نخليكم مع هذا الفيديو تشوفوا هتافات أنصار نادي ميلان لإسماعيل بن ناصر. كما شفتوا معنا الهتافات وسمعتوا أنصار نادي ميلان تهتف إسماعيل بن ناصر إسماعيل بن ناصر باش يحبوك ويعشقوك جماهير ميلان اللي هو نادي عريق، ومعروفين أنه جماهير الإيطالية متعصبة لا تتعاطف ولا تطبل لأي لاعب مهما كان صفته إلا أنه كان يقدم الإضافة ويحترم النادي. وإسماعيل بن ناصر ما شاء الله عليه، هذا الأمر اللي خلى الجماهير الجزائرية في المنتخب الجزائري تحترمه وكل الجماهير العربية تحترمه، لأنه لاعب خلوق، لاعب محترم جدا. ما نشوفوش تصريحاته على السوشيال ميديا ويتكلم على الناس غيره ويكلاشي هذا ويتكلم على هذا، لا، فقط مركز على عمله، إخلاص في العمل تاعه، يقدم كل ما لديه سواء مع نادي ميلان أو مع المنتخب الجزائري، ما يبخلش بالجهد تاعه بأي شيء، يقدم كل ما لديه. نتمنى له أنه ربي يحفظه وإن شاء الله نشوفه في مستويات أعلى وأفضل وأحسن بسبب إسماعيل بن ناصر وتواجده في نادي ميلان. نتمنى أنه يتوج بدوري أبطال أوروبا لأنه لاعب يستحق كل خير، تناولوا كل التوفيق. وثاني لاعب باش نتكلموا عليه هو رياض محرز نجم المنتخب الجزائري والنجم نادي مانشستر سيتي الانجليزي. قدم مباراة رائعة، محرز شارك اساسي وابدع في المباراة البارحة، برافو عليه، وسجل ايضا هدف جميل جدا كما راكم تشاهدوا معنا. هذا هدف رياض محرز بطريقة جميلة جدا وبطريقة رائعة وعالمية، الهدف اللي سجله رياض محرز على الحارس تاع المروك اللي هو ياسين بو. ما حرفوش الحظ انه كان امام لاعب كبير وعملاق اللي هو رياض محرز، برافو عليه، قدم مباراة جميلة جدا. وركزوا معانا باش تشوفوا معايا احصائيات رياض محرز في مباراة البارحة. دوري ابطال اوروبا مانشستر سيتي 3 اشبيليا 1، رياض محرز شارك اساسي وقدم مباراة جيدة، سجل الهدف الثالث لفريقه، لمس الكرة 59 مرة، التمريرات الصحيحة 36 مرة، التمريرات المفتاحية 1، تفوق في المواجهات الثنائية 4 مرات، تقييم رياض محرز 7.6. كما شفتوا معنا وقريتوا احصائيات رياض محرز، برافو عليه، قدم مباراة رائعة وجميلة جدا، وايضا سجل هدف، برافو عليه، رائع جدا الهدف اللي سجله. ما ننساوش انه محرز لاعب كبير من طينة الكبار، اذا تجيه الفرصة من بيب غوارديولا باش يلعب اساسي كما مباراة البارحة راح يسجل لك هدف، يصنع لك خطورة. نتمنوا له انه يستمر ويلعب مباريات اكثر، لانه محرز هذا الامر اللي خلى نشوفه انا مستواه يتراجع تدريجيا، لانه ماهوش يلعب مباريات بشكل استمراري. محرز
بقى في الدكة مدة طويلة، هذا الأمر اللي أثر على مستواه ويأثر حتى على نفسية اللاعب اللي تبان هو موش مرتاح، ولكن دائما في تصريحاته محرز يقول لك أنا مرتاح في مانشستر سيتي وأنا جيد وأنا كذا وأنا كذا، ولكن العكس نشوفه في أرضية الميدان والعكس نشوفه من محرز أنه جالس على الدكة غاضب وقلق وموش عاجبه الحال. نتمنى أنه بيب غوارديولا يعتمد أكثر على محرز ويعطيله الفرصة أكثر، لأنه محرز لاعب كبير ومن طينة الكبار، كيكون في يومه في الفورمة تاعه يقدر يصنع لك العجب، يسجل لك أهداف، تمريرات جميلة جميلة جدا، يدير لك أشياء ما تقدرش أنك تتوقعها، وهذه هي ميزة اللاعب الاستثنائي واللاعب العالمي رياض محرز. نتمنى له كل التوفيق إن شاء الله. بعيدا عن إمكانيات محرز وفنياته وكل هذا الأمور، راح تسمع معنا تصريح رياض محرز بخصوص مباراة الجزائر والكاميرون والحكم بكاري كاساما وسبب عدم تأهل الجزائر إلى كأس العالم. وأيضا راح نتكلم على تصريح، لأنه في نفس السياق، اللي هو تصريح تاع ياسين إبراهيمي لاعب المنتخب الجزائري اللي تكلم على بكاري كاساما وعلى مباراة الجزائر والكاميرون وسبب عدم تأهل الجزائر. ولكن للأسف الصحافة الجزائرية وبعض اليوتيوبرز الجزائريين حاولوا أن يوجهوا تصريح ياسين إبراهيمي إلى طريقة أخرى، كأنه ياسين يدافع على بكاري كاساما وقال مش هو السبب اللي خلانا ما نتأهلوش. المهم بأي طريقة أو بأخرى حاولوا أنهم باش يصير الجمهور الجزائري والشعب الجزائري أنه يكره ياسين إبراهيمي، وشنو هو السبب تاعهم الله أعلم. المهم اسمع معنا تصريح تاع رياض محرز ومن بعد نتكلموا على تصريح ياسين إبراهيمي. Défaite contre le Cameroun, j'arrive toujours pas à me remettre. Le scénario, après oui, l'arbitre a joué un grand rôle dans ce match, mais le scénario il est incroyable, ça n'existe pas. Un mois après, scénario incroyable encore avec City, je perds contre le Real, faut être fort mentalement. كما سمعت معنا تصريح رياض محرز وتكلم على مباراة الجزائر والكاميرون وقال لك السيناريو كان غير عادي تماما والحكم هو سبب إقصاء الجزائر من كأس العالم، وأنه الحكم كان غير عادل تماما في المباراة. تصريح رياض محرز منطقي جدا، لأنه الحكم بكاري كاساما ما كانش عادل وكان ظالم وكان ضد الجزائر وكان هو السبب الرئيسي أو واحد من الأسباب اللي ما خلاتش الجزائر أنها باش تتأهل لكأس العالم قطر 2022. الآن باش نرجع ونتكلموا على تصريح ياسين إبراهيمي وش قال ياسين إبراهيمي وعلاش الصحافة حاولت أنها باش يصير يعني ياسين إبراهيمي مكروه من طرف الجماهير الجزائرية. ياسين إبراهيمي ما قال أي شيء سيء، كلامه منطقي وعقلاني جدا. قال لك الحكم بكاري كاساما أساء للجزائر، كان ضد الجزائر، ولكن ليس الحكم فقط هو السبب. قال لك هناك أسباب أخرى اللي ما خلاتش المنتخب الجزائري يتأهل، هو أسباب أنه اللاعبين في اللحظات الأخيرة كنا تفرجنا المباراة وكنا شفنا اللقطات فرحوا هذيك الفرحة ونساوا روحهم وخرجوا من التركيز اللي كلفهم هدف في الدقائق الأخيرة. وهذا الأمر اللي قاروا واللي صرحوا ياسين إبراهيمي، تصريحه عقلاني جدا، ولكن بعض الصحافة وصحافة العار حاولوا أنهم باش يوجهوا تصريح ياسين إبراهيمي أو يعني باش يحرفوه بطريقة سيئة باش يصير الجماهير الجزائرية تكره ياسين إبراهيمي. ياسين إبراهيمي نعرفوه لاعب خلوق ما شاء الله عليه، لاعب قدم الكثير للمنتخب الجزائري، جامي مش معنى منه كلمة سيئة أو دار شيء سيء للمنتخب الجزائري، لاعب معروف أنه جيد.